بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم وبارك في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بخير يا خير أمة أخرجت للناس. صوم مقبولا وإفطارا شهيا وعملا صالحا متقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يبلغني وإياكم ليلة القدر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في هذا الفيديو عن أسرار عظيمة وكثيرة جدا 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 في سورة النمل وسورة القصص، يعني فيها العجب العجاب من فتح أبواب السعادة، فتح أبواب الرزق، فتح أبواب الهناء، تغيير الأحوال الأفضل والأحسن، القرب من الله والقرب من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتيسير أمورنا، تيسير أحوالنا، الثراء والغنى، نيل الوظيفة والزواج والشفاء. يعني بمعنى أصح إن شاء الله مع قراءة الجزء 20 من القرآن الكريم في تغيرات كثيرة تحصل في حياتنا بإذن الله، وكل جزء وكل سورة وكل آية لها ترددات بتساعدنا في حياتنا، وأنوار وروحانيات بتساعدنا على حل العقد والمشاكل وتيسير الأمور وقضاء الحوائج. يلا نكمل ونقول إن شاء الله بعد الوضوء والتطيب رائحة جميلة، ونكون نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بنية طرد الطاقات السلبية وجلب الطاقات الإيجابية وبنية قضاء الحوائج بإذن الله. وبعد ما صلينا ركعتين وقعدنا وإحنا متجهين للقبلة ونوينا، نقول بلساننا وبقلبنا: يا رب نويت أن أقرأ الجزء 20 من القرآن الكريم، بنية 20 من القرآن الكريم، بنية أن ترزقني يا رب الصحة والعافية وحل المشاكل والعقد، فتح الأبواب والزواج والشفاء والنصر، النجاح والتفوق ونيل المرغوب بإذن الله، تسخير الخلق أجمعين، شراء منزل جديد، كل شيء عايزه اذكره. ثم نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى بداية من الآية رقم من سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 56: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه بداية الآية من الجزء 20 من سورة النمل، هنقرأها بإذن الله ونواصل قراءة الجزء 20 حتى نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نقرأ هذه الآية المباركة العظيمة 7 مرات ثم نواصل قراءة الجزء بإذن الله سبحانه وتعالى، وهنكمل قراءة سورة هذه الآية هي رقم 62 من سورة النمل. هذه الآية نكررها 7 مرات ثم نواصل قراءة الجزء: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم نكمل القراءة حتى نختم سورة النمل بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ثم نبدأ في قراءة سورة القصص: طسم، تلك آيات الكتاب المبين. نكمل القراءة حتى نصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الآية من سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية أقول لكم دلوقتي الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى
ومن هو في ضلال مبين. هذه الآية العظيمة من سورة القصص، فيها أسرار وأنوار ومعجزات باهرات. هذه الآية فيها تفريج للهموم وتيسير للأمور، ولكنها تقرأ مع الجزء ككل. تمام، كل آية لها أسرار يا جماعة. إحنا بنتناول آية أهي، والآية الأخرى اللي ذكرناها منذ قليل، كل آية وليها أسرار وروحانيات عظيمة جدا فوق ما تتصور يعني. والآية اللي بعديها أيضا لها أسرار وأنوار، والآية اللي بعديها كمان، وكل القرآن الكريم ككل له أسرار وأنوار عظيمة جدا جدا من عند الله. سنتناولها بالتفصيل، ولكن أعطونا الوقت إن شاء الله بإذن الله. ثم بعد أن قرأنا هذه الآية، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، نرددها 7 مرات، ثم نكمل القراءة حتى نهاية سورة الإيه؟ القصص، الآية رقم 88، ثم نقرأ سورة العنكبوت بإذن الله حتى نصل إلى نهاية الجزء 20 بالآية، وهي الآية رقم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تمام كده، دي الآية الأخيرة من الجزء 20، الآية رقم 45 من سورة العنكبوت، إن شاء الله من سورة العنكبوت. وبعد أن انتهينا من قراءة الآية 45 من سورة العنكبوت، نقول أستغفر الله العظيم 70 مرة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بعدد 70 مرة. وبعد أن ننتهي من عدد 70 استغفار بهدوء طبعا وتدبر وتأمل، ومن قلبنا، من قلبنا ومن روحنا ومن جسدنا ومن جوارحنا، استغفار كامل. بعد كده نقول اللهم إني أسألك بسر ما قرأت من القرآن الكريم وما فيه من السر والأسرار والنور والأنوار، اللهم ارزقني كذا وكذا وكذا، زواج، شفاء، سفر، حمل، تفوق، نصر، تسخير، جلب حبيب، جلب زوج، جلب غائب، شفاء من السحر، شفاء من المس، شفاء من الحسد، أي شيء احنا عايزينه إن شاء الله بإذن الله، والثراء والغنى. بعد ما نختم نقول الدعاء، نقول إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن شاء الله بإذن الله تأكدوا أن حاجتك مقضية بإذن الله. هناك الكثير والكثير الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لنيل ما يتمنون. إن شاء الله بإذن الله كمل المشوار، وإن شاء الله بإذن الله هتفرح في شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى وتنال ما تريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.